فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علي أيام لا أعرف عددها من شهور رمضان، وأنا أصوم الآن الخميس والاثنين أو الخميس كلما سنحت الفرصة بذلك، فهل ذلك صحيح أم علي كفارة إطعام مساكين أيضا جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن صيام رمضان، صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، على كل مسلم مكلف قادر على الصيام. قال تعالى: من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فأوجب الله الصيام على هذه الأمة أداء لمن حضر وهو صحيح، أو قضاء لمن كان مسافرا أو كان مريضا من أيام أخرى. وما ذكرته السائلة من أن عليها أيام من رمضان أفطرتها إلا متعمدة من غير عذر، أو أنها معذورة بحيض أو نفاس أو كانت مسافرة أو غير ذلك من الأعذار الشرعية، المهم أنه يجب عليها القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها. وإذا كانت لا تعرف عددها فإنها تقدرها وتجتهد في تقديرها وتصوم بعدد ما يغلب على ظنها أنها أفطرته، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، لأن تخرج عن كل يوم مقدار كيلو نصف من الطعام للفقراء مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما صيام التطوع كما ذكرت أنها تصوم الاثنين والخميس، فهو لا يجزي عن صوم رمضان، لا بد من القضاء بنية القضاء من رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صوم التطوع لا يجزي عن الصوم الواجب، فلا بد أن تصوم الأيام التي أفطرتها إن كانت تعرف عددها، وإلا فإنها تقدرها وتجتهد في تقديرها، وما غلب على ظنها من عدد هذه الأيام فإنها تصومه قضاء. نعم.